بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، حفلنا الكريم، مشاهدينا في كل مكان، أحييكم ورحب بحضراتكم في هذا اليوم ثالث أيام سباقنا المحلي الثاني. ننطلق في هذه اللحظة مع ثالث أشواطنا في مساء هذا اليوم، ثالث أشواطنا في مساء أشواطنا المفتوحة الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، حيث ننطلق مع شوط خاص بالإبكار واندفاع هذه الأسماء في هذا الشوط. المسافة 4 كيلومترات، ومسيرة هذه الأسماء التي تظهر في أسبوعنا الثاني ضمن هذا الموسم، موسم 2015. ننطلق مع المركز الأول وزعزعة على المركز الأول لهجن الشحانية في مقدمة هذا الشوط، يضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثاني، هذه أبعاد على المركز الثاني لهجن الشحانية، أيضا يضمرها نفس المضمر حمد بن علي بن حلفان المري. وثالث المراكز تتواجد غزوة على المركز الثالث حاملة للواء هجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. المركز الرابع، الهام على رابع المراكز لهجن الشحانية، يضمرها محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس، المركز الخامس الغزيل، تنطلق بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني المضمر حسين بن محمد بن سالم بن سفران، هو المضمر للغزيل اللي تختم نداءنا في أول مسيرة وأول إعلان لهذه الأسماء. إذن أسماء الخمسة المصرح لنا بإعلانها، أسماء كبيرة تشارك اليوم، شعارات قوية، وسباقنا المحلي الثاني الذي نبدأ فيه أيضا بظهور نوعيات مميزة وأسماء جديدة تظهر في هذا الموسم، كانت حاضرة في العام الماضي مع سن الحقائق، واليوم تشارك وتبدأ في رحلة البحث عن الذهب، تبدأ في رحلة البحث عن الناموس من خلال المشاركات والاستعداد في بداية هذا الموسم. هذه زعزعة أيها الإخوة المتابعون على المركز الأول على الكادر الفوقاني، تتابعونها بشعار هجن الشحانية يضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. هذه تنطلق في صدارة الشوط في مقدمته. المركز الثاني، انطلاق أبعاد على المركز الثاني أيضا حاضرة بشعار هجن الشحانية ويضمرها حمد بن علي بن حلفان المري. ثالثا المركز الثالث، هذه غزوة اللي المركز الثالث منطلقة بشعار هجن الشحانية عند الذهبي سالم بن فاران المري. محمد بن خالد العطية يقدم صاحبة المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، وهي الهام على رابع المراكز. والمركز الخامس، تغيير على المركز الخامس بتقدم شعار سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني مع مزنة على المركز الخامس، ويضمنها عبد الرحمن الكبيسي. وهنا تغيير في هذه اللحظة وانطلاق المركز الخامس، هذه مهابة، أول إعلان وأول ظهور لمهابة اللي يضمرها سلطان الوهيبي بشعار هجن الشحانية. أسماؤنا الخمسة أيها الإخوة المتابعون، أعود إلى المركز الأول، إلى المركز الأول، إلى المركز الأول. هناك شعار هجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان المري هناك في المقدمة، ولكن تغيير 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 مع غزوة على المقدمة، على المقدمة بشعار هجن الشحانية عند سالم بن فاران المري. هذا هو، هذا هو الذهبي، هذا هو الذهبي اللي يقدم في هذا الشوط، يقدم غزوة وينطلق في صدارة الشوط متابعا لهذا الاسم العملاق. هذه غزوة على المركز الأول، تابعوها، انطلق
فقط تجاوزت عبرت في مقدمة هذا الشوط، لكن الموقف خطير، الموقف خطير. هذه زعزعة وهذه أبعاد وهذه مهابة، وأيضا وجود إلهام على المركز الخامس، شعار هجن الشحانية في تنافس ولا أروع، في أمسية تراثية في ميدان الشحانية على الهواء مباشرة تطلق لكل العالم، لكل من يحب هذه الرياضة العربية الأصيلة يتابعون هذا الانطلاق في ميدان الشحانية. يا سلام، غزوة على المركز الأول، على المركز الأول افتتحت الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، هذه غزوة. المركز الثاني زعزعة لهجن الشحانية أيضا، والمركز الثالث مهابة لهجن الشحانية، ورابعا صدى في أول ظهور لها هنا في هذا الشوط بشعار هجن الشحانية، وخامسا أبعاد أيضا مع هجن الشحانية. ولكن عودة إلى المركز الأول، دائما هنا نبدأ مع البداية، نبدأ مع البداية، نعود إلى مقدمة الشوط. هذه الغزيل، هذه الغزيل، وهذه مهابة، هذه مهابة انطلقت، انطلقت يا سالم يا بن فران، هذه مهابة يا سلام. الغزيل، الغزيل، الغزيل في مقدمة الشوط، في مقدمة هذا الشوط تقود هذه الأسماء، تقود صدارة هذا الشوط مع المركز الأول الغزيل، مع المضمر سالم بن فران حاملة لشعار هجن الشحانية منطلقة نحو الناموس. هذا هو خط النهاية، يستقبل الغزيل في مقدمة هذا الشوط تهانينا والناموس على انتزاعها نقطة هذا الشوط، تهانينا والناموس للمضمر الذهبي سالم بن فران المري المركز الثاني. مهابة لهجن الشحانية، والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه إلهام لهجن الشحانية، والمركز الرابع تصل صدى لهجن الشحانية، والمركز الخامس رقم واحد زعزعة لهجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، تهنية لمن قاد صاحبة المركز الأول. غزوة التي فازت بهذا الشوط يضمرها سالم بن فران المري. تهانينا والناموس لهجن الشحانية أولا، وللذهبي سالم بن فران المري من قاد غزوة بكل ثقة إلى خط النهاية. التوقيت الزمني 6:25، 22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، المركز الثاني. هذه مهابة لهجن الشحانية عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، توقيتها الزمني 6:26، 54 جزء من الثانية، ومن حلت بالمركز الثالث هذه إلهام لهجن الشحانية، فازت بالمركز الثالث، قادها محمد بن خالد العطية. توقيتها الزمني 6:36، 32 جزء من الثانية. تهانينا